يعني اجيب كانت صوره فيها جماعه الاتحاد وهم لابسين يعني لبسه الاتحاد وفي ديهم العصر كذلك، وهذا شرف موشح معنا على صدور كل معنا النقابيين والى كل الاحرار التونسيين اللي شعار تونس معنا اللي مضمن في شعار الاتحاد، علم تونس اللي مضمن في شعار الاتحاد، وكل يد في اليد المتشابكه اللي تبين روح التضامن والاخوه اللي اسس عليها الشهيد خالد ذكر برعت حشاد بتبين التوانسه. هؤلاء الناس وهؤلاء المناضلين هما لجنه النظام اللي القانون يحتم على كل جمعيه وكل منظمة وكل حزب تطلب مسيرة باش تشكل لجنة نظام لحماية المسيرة. واللي صار هو أنه احنا كنا في استعداد كاتحاد عام تونسي للشغل لتنظيم مسيرتنا التقليدية والتاريخية والروتينية السنوية في ذكرى استشهاد حشاد للتعبير عن الوفاء لروحه الخالدة العطرة الزكية. وبطبيعة الحال كنا مستعدين لهذا معناها الحدث ولهذه المسيرة، وجندنا النقابيين والمناضلين حتى يكونوا ضمن لجنة نظام، وعملنا هذه الصدريات اللي فيها شعار الاتحاد حتى نؤمن السير العادي لهذه المسيرة. وما رعنا في يوم كنا نعتقد وأنه هذا يوم وطني جامع لا يختلف فيه تونسيان اثنان، هو يوم استشهاد حشاد، هذه المدرسة من الوطنية الصادقة والخالصة، أن تأتي الغوغاء لاقتلاع واغتيال منظمة حشاد واغتيال حشاد ثانية في بيته وأمام أبنائه وأحفاده. الذي حصل هو أن هذه المجموعات الغوغائية، هذه العصابات المحترفة للإجرام والبعيدة كل البعد عن الثورة وقيام الثورة، جاءت لتعتدي على المنظمة، جاءت لتقول شعارات من نوع تطهير الاتحاد، من نوع مقاومة الفساد، من نوع معناها شعارات كبيرة. وأسأل إن كان من هو في بيته وعقر داره يعتدى عليه من أناس غرباء وعندي التصاور اللي تثبت هذايا بالأسلحة البيضاء بالقضبان الحديدية بالقنابل معنا المشلة للحركة، هذين الأخيان وقت اللي تفاجئوا بهذا الهجوم وكانت هذيك العصي باش نكونوا واضحين كانت مجعولة للافتات، هذيك اللي كان يفترض وأنه مش يخرجوا بها النقابيين والنقابيات اللي ترمز لهذه الذكرى.